الله وبركاته. مرحبا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. مباشرة الانطلاقة من الحي ديالي، هذا الحي ديالي إن شاء الله الوجهة بحول الله مدينة طنجة. الحبيبة يا طنجة، وقف 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 يا أخي المشاهد. اسمع، شكرا شكرا. عدنا العصير بالديسير اليوم، اليوم عدنا العصير في كاس كبير. اسمع، إلا أنت عندك سيارة أنا عندي أبيكالا صاحبي. الله الخوت بحال الصديق وقف كتسناني بالطوموبيل. سمعوني مزيان بلا العقد، اليوم اليوم خاي بلال نعطيك العصير في كاس كبير اليوم. شو ما عليك صاحبي، هذه هي روح الإنسانية خوتي وحبابي. كنتكلم مع المغاربة، هاد الشعب الصامت. شفتوا وقيل الفيديو ديال بلال العقاد كان غادي بالسيارة ديالو إلى آخره، لقى يعني لقى واحد الولد مسكين حدا سبيطار محمد الخامس في طنجة، قالك بقى فيه ركبوا معاه. ركبتي معاك مزيان وانت بغيتي عاد تستغلو باش تعمل به البيع، باش تعمل به الفيديو، باش تعمل به البوس، باش تدبر على راسك. وشحال عطيه الغريب في الأمر؟ شحال عطاه؟ عطاه 20 درهم. والغريب في الأمر والكذوب، قالك أنا مقودة عليا وأنا عندي كريدي. يا أخي اللي كتشاهدني، كنتكلم معك صاحبي بلال العقاد، المدخول ديالو اللي كيدخل أكثر من 10 المليون. سمع سمع، كنتكلم معك صاحبي، سمعونا صاحبي سمعونا والمغاربة، وما تكونوش جاهلين صاحبي. بلال العقاد عنده الشهرية أكثر من 10 المليون. علاش الشريف؟ شكا تقول بيش عرفتيها وشكو قالها لك؟ عندنا الدليل، بلال العقاد عنده القناة فيها أكثر من 500,000 ديال اللي زابوني، عنده 50,000 إنا 500,000 وزائد 50,000، وأنا شحال عندي؟ أنا عندي 71,000 أبوني، أنا عندي 71,000 أبوني. هاد الشهر هذا شحال دازت لي؟ شحال دخلت في هاد الشهر هذا؟ دخلت 1.4 مليون. هاد الشهر هذا، هاد العبد الضعيف، وهذه هي الحقيقة في الدقيقة. وبارطاجيو الفيديو هاد المسلمين صاحبي. هاد الشهر هذا أنا كنعرف، يا اللي تسمع هاد الخبر، يا اللي تسمع دخلت هاد المدخول هاد حيد أبوني، ما عندي ما ندير بك، وما عندي ما ندير بك، هاسر بحالك. ربي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنا كنعرف، أنا كنأمن بأن الرزق هو الله، وأنا مأمن بأن الرزق هو الله، هو الذي وسع كرسيه السماوات والأرض. نعاود نعاود، واليوم الفرشة صاحبي. وبارطاجيو الفيديو المسلمين. الله، هاد الشهر هذا، هاد العبد الضعيف، أقسم بالله ربي على ما أقول شهيد، وأنا عارف راسي راجل ونبقى راجل، وعندي الصراحة. الله كيحفظني، ربي كيحفظني، وربي عاطيني قوة الحمد لله، عطيني ربي القوة، قوي 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 هو الله، واللي كيتعب القوة كيموت بالضعف، أنا عارف هادشي هذا. الله عز وجل عطيني هاد القوة، مين هو؟ كل شيء من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الله تنعم عليا والحمد لله سيدي ربي. اسمع، هاد الشهر هذا دازت في الحساب ديالي 1.4 مليون، ومليون ومئتين وخمسين ألف فرنك. من شفتي هادي؟ هادي يا سيدي في القناة. شحال عندك ديال أبوني؟ عندي 51,000 أبوني، عندي عندي 71,000 أبوني. واسي بلال العقاد، يا اللي كدعي بالشحت، يا اللي كدعي بالجفاف، شحال قال لك؟ قال لك اسيدي هو، قال لك هو سيدي عنده كريدي ومقودة عليه. نعوذ بالله صاحبي، بلال العقاد عنده 500,000 و 51,000 ديال المتابعين. ايوا انا ملي هاد الشهر هذا دخلت انا 1,250,000 فرنك، بلال العقاد شحال دخل؟ وبلال العقاد عنده جوج القنوات، وراه عنده جوج القنوات، وها القناة الثانية ديالو كبيرة من ديالي. إذن وأنا كنتكلم مع العقلاء، أنا كنتكلم مع الرجالة، كنتكلم مع الرجال، كنتكلمش مع قشور من آخر. إذا كنت تصيق الخبر بأنني يعني كندخل الفلوس وما عندي ما ندير بك، هاسك بحال، ما عندي ما ندير بك، أنا كنأمن بأن الله هو الرزق، ما عندي ما ندير بك يا صاحبي.
وبغي يا صاحبي الدري مسكين صاحبي ود الشعب صاحبي ود الشعب مشرد صاحبي ود الشعب كيتكلم معاه وكيقول له سير تحرق كيقول له باش تعرف راسك مع الرجال هادي تشاهد الفيديو تعرف راسك مع الرجال حيطلب الله تعالى يتقبل منه هيا 5000 درهم هيا نحسبوها ورقة هيا 5000 درهم هيا نص مليون وجاتنا صاحبي النفس صاحبي جاتنا النفس ها بفيكالا احنا بيكالا ما عندنا لا طوموبيل لا والو ولكن صاحبي من الله والى الله مالنا صاحبي هيا نص مليون هذاك المشرد انا كنغامر معاه بنص مليون هيا حساب ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة ها ستة ها سبعة ها ثمانية ها تسعود ها عشرة ها 11 ها 12 ها 13 ها 14 ها 15 ها 16 ها 17 ها 18 ها 19 ها 20 21 22 23 24 ها 100 درهمات هي 25 هاي 5000 درهم انا كنفقها في سبيل الله على هاد ود الشعب انا كنفق 5000 درهم ها هي وصاحبي انا ماشي كنبان صاحبي انا اخنز واحد على صعيد البسيطه انا اخنز واحد انا اكبر مذنب ولكن فينا الانسانيه صاحبي وربي عز وجل قال سرا وعلانيه وفينكم اصحاب الفلوس فينكم وفينكم الرؤساء فينكم اصحاب المناصب فينكم ولاد الشعب كيموتوا ولاد الشعب كيتشربوا فينكم هاي 5000 درهم هاي 5000 درهم هاي في سبيل الله والله يتقبل إلا كانت عندي شي نية خاسرة في نفسي يا ربي ما توصلنيش لهاد الطنجة يا ربي عطيني شي كسيدة يا ربي الحبيب تكون معجبة يا الله يكفيكم هذا أنا هاي 5000 درهم هاي 5000 درهم نص مليون هاي أنا ما نموتوش أصاحبي ولا ما نموتوش ولا بركة الحمد لله جا الفرج من الله عز وجل يا أخي اللي كتشاهدني الأيام ما تبانش اعتزلت من الغنى وشطيح ورديح ما كنتش كنلقى 5 دراهم صاحبي هو 5 دراهم والله ما كنتش كنلقاها صاحبي ولكن جا الفرج من الله الحمد لله هذا الشيء كله من الله سبحانه عز وجل وربي عطاني أصدقاء يحبوني الحمد لله أنا واحد من الأصدقاء ديالي واحد من المتابعين شرب عندي 3000 لتر الزيت قال لي اخي نحيلي مش حاجة تبيع الزيت قلت له قال 135 درهم قال لي مش حاجة تبيع الزيت قلت له 35 درهم قال لي كان زيت كان 2 درهم في اليطرو قال لي كان زيت كان 2 درهم في اليطرو و3000 لتر صعب هذا فضل من الله هذا فضل من الله وإخواني واش فهمتوا واش كنتكلم واش عارفني اش كنتكلم ولكن اللي راجل ود المرأة وكيحس ببغيه والفقراء ولا يبارطاجي الفيديو ويبلغ لي الصوت ديالي يا اخي الحبيب حتى تفهم هاد بيا العقاد هاد بيا العقاد واحد الشاب مسكين وعاد الطفل اللي باقي صغير بغى يدبر على راسو بهداك الدري وانا اتصل بيا واحد الصديق انا ما كنعرف لا بين العقاد لا والو ما كانت وما عمري ما شفت شي فيديو ديال بين العقاد ما عمري في حياتي السبب باش نشوف هاد الفيديو ديال بين العقاد السبب باش نشوف فيديو ديال بين العقاد اتصل بيا واحد السيد من فرنسا واحد السيد من فرنسا اتصل بيا قال لي اتصل بيا السيد من فرنسا قال لي ابو حفصه شوف هذا الفيديو هذا قال لي شوف هذا الفيديو هذا انا عندي اصدقاء اللي كيثقوا فيا حس صديق ديالي من فرنسا اتصل بيا قال لي ابو حفصه شوف هذا الشاب هذا قال لي تفرج في الفيديو بقى فيا الحال مش تفرج في الفيديو قال لي ابو حفصه قال لي طلع عند هذا السيد سير عنده وقلب عليه فين كاينه ودور معاه وكسيه السيد من فرنسا صاحبي مغربي جوش مغربة رجالة قال لي سير عنده ودور معاه ووصلوا حسن الدار ديالهم وانا يعني هو السيد من فرنسا قال لي انا كنخلص لك المصاريف ديالك
انا كما شفت لك الفيديو بقى فيا الحال. انا مش شفت لك الفيديو بقى فيا الحال، عز عليا داك الدري مسكين. وانا نجاوب هذاك السيد قلت له ايوا باللي انت في فرنسا وجا في قلبك هذا الرحمه وهادشي هذا، حنا شنو خصنا نعملو؟ اللي بقى فيا اخوتي كتلقى واحد كيدبر على راسو وضارب الطم وسكس وكيقول لك ما عنديش، وعاطي الولد الشاب عطيه 20 درهم صاحبي حشومه عليك اصاحبي. الفيديو دابا وصلوا نص مليون المشاهدات، الفيديو دابا شحال دخلتي به؟ شحال عايب عليك اصاحبي، عايب عليك. ونصيحتي لا نصحك، النصيحه ديالي لا نصحك، كيما انت نصحتي هذاك الدري كنت كتنصحو كتقول له خصك ما تشمكرشي وخصك. انا نصيحتي لك بلا العقد، انا ما عندي حتى شي علاقه بك اخي، ما سبيناك ما والو، انا كنتكلم حتى انا نصحك. انت نصحتي هذاك الدري وكتقول له ما تعملش بالنصيحه ديالي، حتى انا نصحك بلال، ترجل، كون راجل، ما تكونش مؤنث، ما تكونش مخنث. هذاك التحسينه ماشي ديال الرجاله، هذاك اللباس ماشي ديال الرجاله، كون راجل، كون راجل والله يسهل عليك، ولكن في الخير ماشي في الشر. ترجل بلال، ترجل، راه انت ماشي مرجل، راه انت هذيك التحسينه ماشي ديال الرجاله وهذاك اللباس ماشي ديال الرجاله. ترجل وتبارك الله عليك، حيد من الطريق. كاين الناس اللي يديروا الخير، كاين الرجال، مازال الرجال في هذه البلاد. عندك الدوق مع راسك، ولو يعني عندنا الظلم في هذه البلاد، ولو كاين الظلم وكاين الحقره وبوبري ما عايشي. قافية صاحبي، قافية ديك الدري والله تا قافية، قسما بالله العلي العظيم. سيد مسكين عضو الكلب ها، وكي وكي مرة مهلوك وتسمع فيها صاحبي في هذيك الحالة، حشومة عليك والله تا حشومة عليك. ومن هذا المنبر كنشكر هذاك الأخ اللي كيعيش في فرنسا، وهذا خوتي أقسم بالله اليوم عندي رحلة، كانت عندي رحلة اليوم الأحد، كانت عندي رحلة للشاون مع أصدقاء ديالي ديال الدراجة، يوم يصوليو عليا صحاب لهم. دابا أنا صحاب لهم دابا انا راه شي شماته ولا هادي، راه انا ما نمشيش مع انا لا واحد صغير الوعد. ولكن اخوتي كتشوف واحد الدري مسكين مريض ودابا الشتا والبرد وكيبات بالزنقه، كيبات بالزنقه. حسبنا الله ونعم الوكيل. واش اخوتي فهمتوني؟ الله. ها الاخوان اللي كتشاهدوا، بلال عقاد، بلال ديال طنجه، ما عندي حتى شي علاقه بك اخي بلال. عمل واحد الفيديو، كان غادي في السياره ديالو، عمل الفيديو، شاف واحد الدري حدا سبيطار محمد الخامس في طنجه، شاف الدري يعني مريض ولا ما عليناش مشمكر، هزو في الطوموبيل ديالو، قال له مالك؟ قال له عضني الكلب. والدري مسكين مبوق من عينو ومعضود من رجلو، ما يقدرش يزيد بالعقد. قال له فين خصك تمشي؟ قال له خصني نمشي للجهه ديال البلايا. قال له علاش؟ قال له حيت تما كنعس وتما كنبات وتما كندبر على راسي. بلال العقاد وصلوا لتما، ملي وصلوا لتما شحال عطاه بلال العقاد؟ عطاه 20 درهم، حشومه عليك، عيب عليك. وملي عطاه 20 درهم كيقول، كيقول انا راه مقوده عليا وراه ما عندي شي. ايوا انت ملي مقوده عليك وعندك قناه فيها ازيد من نص مليون، ها؟ شحال كتدخل هاد الفلوس؟ تحاسب معايا، تحاسب معايا. انا عندي 71,000 ابوني هاد الشهر، هذا هاد الشهر هذا الله يكثر الخير دخلت مليون وربع، مليون و 250 الف فرنك. هاد الشهر هذا انا عندي 71,000 ابوني دخلت مليون و 250 الف فرنك. وانت السي بلال اللي عندك جوج القنوات وعندك قناه وحده اللهم بارك فيها نص مليون و 51,000 المتابعين، شحال دخلتي هاد الشهر هذا؟ ايوا اذا انا ملي دخلت انا وعاد عندك جوج القنوات، عندك جوج القنوات والقناه الصغيره عندك كبيره من ديالي، اذا شحال كتدخل انت في الشهر؟ جاوبنا هنا السؤال مطروح. ولكن نتكلم مع العقلاء ماشي مع الحمق. واحد دري صاحبي ايوب راه مشى في الرحله في الصباح اتصلوا بيا قالوا لي وفينك باش تمشي معنا الرحله؟ قلت له ماش كاينه واش كاينه صاحبي. قلت له وبلا ايوب، قلت له كتبع عليا ديك خيي شنو دار؟ قال لي خي عمر شفت الفيديو وبقى فيا الحال. ايوا قال لي ولكن بزاف هاد الربح هذا. قلت له انا شحال دخلت وشحال دخلت؟ قال لي يا خي عمر، قال لي يا خي عمر كل شيء مسجل عندي والله اخوتي. الرحله ما مشيت لا قسما بالله،
قسما بالله ما بيشتري الحشومه صاحبي، عيب عليك عيب. ولكن الاصدقاء نلوح لكم هذا الفيديو وهتسناو الفيديو الثاني حتى نوصل طنجة ان شاء الله بحول الله، ونواسيو هذاك الطفل يعني ونشوفوا واش غنديروا معاه. انا غادي ب 5000 درهم في سبيل الله، والله يتقبل منا. انا ما كان باجي صاحبي، انا ما كان باجي صاحبي، راه ماشي كان بها الله، ديك شان بها انا خانز، انا عارف راسي خانز. الله الله يا ربي، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. كاين اخوتي شويه الصداع هنا، غتصنتو في الشهر وعندو كريدي ومزيان. اليوم انا شواه به، اليوم انا شواه به. اين ما كنتكلم ابيلا. والله هادي ما هادي ما هضرش مع صاحبي، انا بقى في الدري صاحبي تكرفص على الدري عطيه 20 درهم صاحبي. هو كيقول وكيقول انا عندي الكريدي وعليا، هو كيدخل 10 المليون وزياده ابيلا. والله ما عارف واش كتسمعني دابا خايبيلا، دابا انا راه ما نمشيش عندكم، دابا غنشوف الربليكا ديالي ونطلع ان شاء الله طنجه خايبيلا. علاش؟ وراه واحد الدري من فرنسا اتصل بيا قال لي ضروري تمشي تشوف هذاك الدري، وكيقول لي يعني المصاريف ديالك انا نخلصها. هاد الفلوس هادو من جيمي يا الشريف؟ نعطيه نص مليون، انا نعطيه نص مليون من عندي. من جيمي من عندي نص مليون. ياك وبالصبر نلقى صاحبي بلا العقاد كيضحك على ولاد الشعب صاحبي، كيضحك على ولاد الشعب. وقبل الغرض تا هو ولاد الشعب. وبلال الدري ما بقاش فيك هذاك الدري، واش بقى فيك ولا لا؟ حيد علينا دابا الصداع، كمل. دخلت مليون وربع، مليون وربع حقيقة في الدقيقة. دخلت مليون وربع في هذا الشهر. الله اكبر، اذا هو كيشبر كيدخل 10 بالمليون. اسمعني يا صاحبي، هو شحال عنده في القناة يا صاحبي؟ شحال عنده في القناة؟ هو عنده نص مليون و50 الف، وهو مضوبني بخمسة مرات. ما عليناش، حيد هذا. ها الرسالة ديال الصديق ديالي اللي اتصل بيا، الصديق الغزال، ها هو. ها فيديو ديال العقد، ها هو السيد، هو مصيفطولي. ها
كانت فرشي انا في بيل العقد، ما عمري في حياتي شفت شي فيديو ديال بيل العقد. كنتكلم معك، ما عمري في حياتي واش تقول شفت شي فيديو ديال بيل العقد. كنتكلم معك، اول مره نشوف فيديو ديال بيل العقد. ها هو السيد، ها النمرة في فرنسا، ها النمرة، ها الفيديو، ها الميساج ديال السيد. ها السيد كيقول لي، السيد كيقول لي ممكن اخي عمر توصل لهذا الطفل او ترجعه لوالديه وانا اتكلف بالمصاريف. ها هو، ها انت اقرا شاهد، ها الفيديو، ها النمرة السيد. واخا بلاتي دابا نطلق لكم المسجل الصوتي. ها انت، ها المسجل الصوتي، ها هو تكلمت معاه وهي مسكين ما يصوني عليا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا الضيق من الناس خويا الحبيب، تبارك الله عليك بخير مزيان. هاني بكل صراحه علمتيني بهذا الفيديو هذا، علمتيني وكنحييك على هذه الغيره ديالك اللي جات فيك. وانت يعني انت 1000% تكون مغربي. شوف 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 صاحبي، ايوا ملي انت في فرنسا وجاك هذا الهم وجاك يعني هذا الحب وجاتك هذه الرحمه هذا الانسان، شنو خصنا حنا نعملو؟ حنا يعني انا قريب، انا بعيد على هاد المدينه غير ب 100 كيلومتر. ملي انت يا اخي عندك هاد الشيء هذا وكتقول لي تخلص هاد المصاريف وانا مالي، انا زعما يعني عايش في الجفاف. انا شفت الفيديو ديال خيي هذا، شفت الفيديو، السيد صاحبي دخل 10 مليون في الشهر صاحبي واكثر. هاد السيد اللي عمل الفيديو وصحابك شي واحد من الفقراء والمساكين ولا السيد كدخل اكثر من 10 مليون في الشهر، راه عنده جوج القنوات. لا حول ولا قوه الا بالله، ولكن اليوم ان شاء الله الله يجعلك مفتاح الخير اخويا الحبيب. اليوم ان شاء الله دابا ان شاء الله غنشبر الطريق لطنجه ونمشي نقلب على هذا السيد هذا ان شاء الله ان شاء الله، والله يجازك بخير. انت اللي كنتي السبب حتى وصلني هذا الفيديو. بقى في الحاله صاحبي، عطي السيد 20 درهم صاحبي، عطي السيد 20 درهم صاحبي باش يجوم وعيبه صاحبي، عطيه 20 درهم. والسيد مسكين قال لك عضوا الكلب، والسيد ملي هود من الطوموبيل هو ده صاحبي، والسيد مسكين ما يقدرش يزيد صاحبي، والانسان يسمح بهذاك السيد هيداك. حنا صاحبي الحيوان، الحيوان ما نخليوهش هيداك صاحبي، هذا انسان. السلام عليكم، شكرا 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 اخويا. دابا ان شاء الله دابا غنشبر الطريق لطنجة بالدراجة الهوائية، وانت مشكور على هاد المبادرة، مشكور على هاد البادرة. هنيئا لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وهنيئا لك، هذه علامات الرحمة. وكيف ما قلتي يعني قلتي المصاريف يعني تخلص عليا المصاريف، هذه يا خايدي ليا نقول لك أنا نيشان نتكلم معك، هذيك بحال الإهانة، هذيك بحال اللي كتهيني انا بعدا. حشومه صاحبي، حشومه علينا صاحبي الشعب المغربي، والله الا قالوها فيه. ماشي كنجمع شي كلشي انا، كاين عندنا المكلخين صاحبي، كاين ناس مكلخين. واحد صاحبي كربح 10 مليون في الشهر وعاطي السيد 20 درهم صاحبي، هذا شنو دابا؟ هذا شنو؟ ماشي مكلخ هذا، ولكن حتى الشعب مكلخ، مكلخ صاحبي، كيتفاعلوا مع الخاوي والخنز والعفن. السلام عليكم وشكرا، انا ما كنسب شي كلشي خويا. انت راجل، انت مغربي راجل، انت مغربي فيك النفس وفيك الغيرة، وانا علمتيني انت بعد انت هذا الفيديو. شكرا. الله عييس، والله تعييس وقف. الله يا ربي، ايوا خير كلامي ما قل ودل. انا عندي واحد الصديق قسما بالله عنده تجربة في هذا العالم هذا، الله يسهل عليه، كيدبر على راسو مزيان الله يسهل عليه. قال لي اخي عمر إلا قلتي له شحال كتدخل في الشهر راكو شي يهرب لك، ولكن انا يا اللي تحيد الاشتراك ديالك، ما عندي ما ندير بك، سير بحالك، انا الرزق ديالي بيد الله، هذه حقيقه حبيتي ولا كرهتي، وانا الرزق كنعرف انا الرزق هو الله، هو قنا وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما عندي ما ندير بك. الا كنت غيرك وتحسدني على هذا، وانا الحمد لله الله يتقبل، اقسم بالله واش تقارني انا مع داك صحاب القنوات ديال الصرف الصحي ديال القنوات الصرف الصحي ولا؟ انا راجل، وكيف ما شاهدت ربي العالمين فتح لي هذا الباب، يا الله الحمد لله
كنعملوا خير نصلوا في الناس ونطلبوا الله يتقبل الله يتقبل. هذه يا صاحبي 4 شهور يا صاحبي 4 شهور وما كملناش بدينا كنتخلصوا في هذا اليوتيوب والحمد لله يا صاحبي الحمد لله. هذا فضل من الله يا صاحبي الحمد لله. وهذه تذكيرة وموعظة اللي عنده العقل وعنده الفكرة كيف يفكر مزيان. تحياتي الرجال الصامدون في مكانه أنحاء العالم. تحية الأصدقاء الكرام والأصدقاء اللي كيحبوني وكيوضعوا فيا الثقة، شكرا لكم، جزاكم الله عنا خير، الله يجعلنا مفاتيح الخير مغالق الشر. ومن هنا كنقول لكم تسناوني حتى الليل، غنمشي لطنجة ونقلب على الدري فين ما كان حتى إن شاء الله يفرج عليه رب العالمين. وجزاكم الله عنا خيرا وما تديوش عليا. بلال عقاد ترجل او يعني الصيفة ديالك يعني تكون رجولية، الله يسهل عليك الله يزيدك والله ما كنحسد شي واحد. وكان عاوتاني كذلك هذاك الشباب اللي كيبارطاجيو الفيديوهات ديال العاهرات والفسيقات ديال بنت ستاتي وبنت طاهور، وبارطاجيو مع راسكم بارطاجيو، خليو العمر وتبعوا الخاوي. هنيئا لكم هنيئا لكم بهذا الشيء اللي نتوما فيه وانتم رسحانين وناعسين ماشي بالخبر. ولاد الشعب مساكين اصاحبي بوبريين كيموتوا في الشتاء. انا ما بيديش اصاحبي ما بيديش، انا كنتمنى من الله عز وجل يفتح عليا اصاحبي وحق الله العظيم اقسم بالله وكان ربي اذا فتح عليا يعني هيدا والله ما تلقى شي مسكين حق الله. هذه عندي نيه اقسم بالله نطلب الله عز وجل يبلغ لي المبتغى ديالها. ربي على ما اقول شهيد والله يا اخواني غنعاود لكم شي يعني شي لحظات يعني شي وشحال من مره فلت من الموت محقق. ربي كيحفظني ومن الحفاظه اللي حفظني ربي هذا العبد الضعيف طنجه في اي وقت اي وقت كنجبر الطريق لطنجه 12 الليل الوحده د الليل وسولو واجيو عندهم ما يسولوها سولو سولو كتسمع شي واحد مع الجوج اللي كيجبر الطريق لطنجه بيكالا وسول في اي وقت. ولكن لا حفظك ربي حفظك ربي وان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. والسلام عليكم ورحمه الله. هذا محبكم وحبيبكم عمر ابو حفص النحيلي، ما تنساوش من الدعاء ديالكم. شكرا لكم اصدقائي مع السلامه.